تحية خاصة وخالصة لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم دائما مدغاديو، موعد جديد من برنامجكم سيداتي سادتي بفقرات منوعة كالعادة بأفكار وبحلول وباقتراحات. واليوم ككل يوم ثلاثاء كيف ما عودناكم كيكون عندنا موعد مع المختص والخبير فنديكور سامي دنان. أهلا وسهلا بك سامي، مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا، نورتينا اليوم. الكثير من الأسئلة كتسنى الإجابات ديالك سامي، فكنتمنى إن شاء الله أنه كل مستمعي الكرام اللي كانوا طرحوا الأسئلة ديالهم بخصوص الديكور يكونوا في الاستماع باش غادي نجاوبوا على الاسئله ديالهم ان شاء الله خلال حلقه ديال اليوم. هذه غتكون في اولى فقرتنا، مباشره غادي نمشيو لفقره بريكولاج بمجموعه من الاقتراحات اللي وصلتنا عن طريق صفحه البرنامج. هي دائما راه الاشاره كيكفي انكم تدخلوا لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تقوموا بكتابه كلمات سيداتي سادتي باللغه العربيه وتلتحقوا بنا عبر الصفحه. مرحبا بكل افكاركم وبكل اسئلتكم. ومن خلال فقره الديكور اليوم مع ضيفنا سامي دنان، فالحديث غادي يكون عن اخر الصيحات الخاصه بالموضه ديال الصالون، الفراش ديالو كيف لازم يكون، شو الالوان كذلك اللي هي درجه على الموضه او لي طوندونس يعني بشكل عام. اليوم غادي يكونوا هما موضوعنا رفقه ضيفنا سامي دنان كيف ما قلت من خلال فقره الديكور دائما في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي. غادي نبقاو هذه المره مع اولى اختياراتنا الاذاعه القريبه منكم دائما. كنرحبوا من جديد بكل اوفياءنا في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي. فغادي نمشيو لاولى فقرتنا باش غادي نجاوبوا على مجموعه من الاسئله رفقه ضيفنا اليوم مهندس ديكور سامي دنان. فسامي غادي نبداو اولا بالسؤال ديال المستمعه الكريمه زهره من مدينه الدار البيضاء. فزهره كنتذكرك كانت تواصلت معنا اكثر من مره في الحلقات السابقه من البرنامج، فهي كتقول انه عندها زليج بلدي في الهول، والمشكل انه اي تفريشه دارت قالت ما كتواتاش معاه نهائيا. هو زليج بلدي قديم فيه الوانيه مختلفه، فيه الزرق فيه الخضر، قالت فيه حتى البوغدو. فدابا هي بغات يعني شي حاجه شي حل بلا ما تهرس داك الزليج، فهي كتقول خافت من ديك التمارة ديال تهرس الزليج وتعوضوا بزليج اخر. فبغات تعرف واش كاين شي حل ديال هذاك الزليج يبقى ولكن يتغطى. بالنسبه للزليج البلدي هو نورمالمون كيجي غزال، مي سا ديبون لسباس فاش محطوط. الا ما بقاش عجبها باش يتغطى، الا كان في الارض كاين دو سوليسيون، سوا دير لو باركي الا كانت غدير الباركي للدار كامله، سينو تقدر دير فوق منه زليج واحد اخر كيجي ديريكتومون كيتابليكا فوق منه، كدير لاكول. اذا الساق كدير فوق الزليج وفي الساق فوق الزليج اخر بلا ما تهرس، بلا ما تهرس بلا حتى شي حاجه. غير النيفو ديال الارضيه كيكون طالع واحد شويه، خاصها تقاد لي بورت ملي غادي دير الزليج. اذا البيبان ضروري خاصها تنقص منهم واحد شويه. نعم، تبارك الله عليك سامي، كنتمنى زهره ان شاء الله تكوني سمعتي الحل اللي عطاك اليوم الخبير فان ديكور سامي دنان. نمشيو هذه المره سامي باش نجاوبوا على المستمعه الكريمه اللي خلات السؤال ديالها عبر صفحه البرنامج اللي هي فله. فنجاوبوا فله ان شاء الله. قالت هي يلاه خدات شقه اللي هي صغيره، المساحه ديالها 50 متر مربع، فهي بغات تسولك سامي شنو هما الالوان اللي غتختار في الصباغه الخاصه بالصالون بيت نعاس والكولوار باش تعطي شويه مساحه للدار بما انها شقه صغيره. بالنسبة للصالون من الأحسن حيث غيكون عندها بتي صالون تبقى في لو بلون أو لو بيج كلير. نعم، إذا دائما الألوان اللي هي فاتحة وكتكون سامية ستوندار يعني. كاين لو كري كلير أرجونتي كيجي بحال كيجي ذاك لو كري أرجونتي حتى هو كيجي مزيان، مي بوغ أن بتي صالون دو بريفيرونس تبقى في البلون ولا في البلون كاسي. نعم، لو بيج كلير هذا في الصالون. في الصالون. بالنسبة لبيت النعاس، بالنسبة لبيت النعاس كاينين بليزيوغ شوا، تقدر دير على حسب لو تيم اللي بغاتي هي، تقدر دير تبقى في لو نواغ اي بلون، كدير واحد بالنسبه لي زارموار عندها وداكشي كلهم تعاود لهم الفيرني ديرهم بالنواغ. لي اكسسوار كلشي اللي عندها اون بوا يكونوا اون نواغ، ولي ميغ يكونوا بيضين. وبالنسبه لي دغاو لي ريدو تبقى في هذا لو تيم ديال لو نواغ اي لو نواغ اي بلون. سينو تقدر دير لو غري كلير لو موف كلير، ان ميلونج انتر الموف كلير والموف فرونسي تاوا كيجي مزيان في لي شومبر اكوشي. بالنسبه لو كولوار دو بريفيرونس خليه بلون الا كان صغير وما فيه لا كديسه لا صاله مونجي لا والو، من الاحسن يبقى في البلون. كنتمنى ان شاء الله تكون سمعات هذه الاجوبه كلها وتاخذ هذه الاقتراحات ان شاء الله ودير بها، وكنتمنى ان شاء الله انه تجربها وتقول لنا رايها. قالت بغاتها باش تبان واسعه شويه. واسعه نعم. بالنسبه للكولوار الا قدرت دير فيه شي ميغوار
نعم قلنا انه المراه دائما كتعكس المساحه فكتبين المساحه اكبر. الا قدات دير ميغوار في الكولوار، انا ما عرفتش لا فورم ديال الكولوار كيفاش دايره، مي الا كان الكولوار طويل شويه تقدر دير ميغوار تكون نيت كبيره شويه باش تبين شويه لاسباس. نعم داك الانعكاس ديالها كيعطي المساحه اكبر. نعم كاننا كنديروا التمويه سامي. نعم نمشيو هاد المره باش نجاوبوا حسنه. فحسنه كتقول بغات تسولك سامي، هي بغات اقتراح من عندك الغرفه ديال النوم، فهي بغات اللون اللي غادي يجيها في داك البانو اللي غادي يكون في تيت دو لي، هذه الاولى. وكتقول مع العلم انه عندها الخشب اللي في بيت النعاس كله بالمارون، وعندها زربيه فيها الزرق مغلوق، فيها المارون، فيها بيج، وبغات تعرف اشنو حتى اللون ديال الريدو ولا ديال الخميه اللي غادي يواتيهم، وحتى بالنسبه للاغطيه ديال السرير. داكور. بالنسبه لهنا تبقى في داك لو تيم ديال لو بلو اي بيج. نعم خصوصا انه عندها الخشب بالمارون. وي البلو والبلون. ولا قدات داك الخشب تبدلو بالنوار سا سخا ميو، يكون بالنوار من الاحسن. ديرو كحل تفيرنيه، بزاف كيسمع نوار كيحسب ليه واش خصو يصبغو. هو الفيرني كتقدر من المارون تردو فيرني نوار. نعم حتى هو كيجي مزيان، وتبقى في هذاك لو تيم ديال البلو والبلون، ولا بلو والبلو والبيج. نعم بالنسبه لا تيت دو لي سوا تخليها نوار الا بدلات الخشب اللي عندها، الا دارتو فيرني نوار دير لا تيت دو لي نوار. وبالنسبه للونسومبل ديال لي دغا لا كويت و لي تي دوري و لو ريدون تبقى في داك لو تيم ديال بلو بلون ولا بلو بيج. نعم هكذا غيكون عندها تيم واحد في الويلات. نعم تناسق ومواتين مع بعضياتهم. نمشيو نجيبوا فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء كتقول عندي طاش او لا يعني طبعه قديمه في الموزايك، ما عرفاتش باش تحيدها. في الموزايك نعم كاينه طريقه جديده كتقدر بعدا في بالنسبه للغسيل ديال الموزايك تستعمل الماء اللي كتسلق فيه البطاطا. إذا الماء هذه جديدة معك اليوم سامي، الماء اللي كنسلقوا فيه البطاطا. وي نعم. ومن بعد منها دير الويل دو ران. نعم كيتا هو بالعربية زيت الكتان. زيت زرعة الكتان. وي نعم. طيب شنو الطريقة؟ كناخذوا الماء ديال البطاطا وكنحكوا به هذيك الطبعة. تحكي به تغسل به راه إلا إيفيكاس. تبارك الله عليك سامي، هذه الأولى. ومن بعد كندهن. من بعد دهن بهذاك ودوز واحد إين دوميور ولا إينوغ بحال هكاك. نعم. وتمسح باش حيد داك ليكسي اللي كيبقى ديال الزيت. نعم، إذا باش نفيدوا كل المستمعين الكرام، إذا إلا كانت طبعة قديمة مثلا عندنا في الموزيك كيف ما كنسميه ولا الموزايك، فاحنا غادي ناخذوا الماء اللي كنسلقوا فيه البطاطا، فكنحكوا به هذيك الطبعة، من بعد كندهنوها بزيت زريعة الكتان، كنخليوها لمدة ما بين نصف ساعة حتى لساعة، ومن بعد كنمسحوها. تبارك الله عليك سامي، هذه جديده اليوم. نمشيو باش نجاوبوا هذه المره امينه. فامينه كتقول عندها المشكل ديال الغموليه في الحيط، خصوصا في اللور ديال 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 يعني في البلاكار، فهنا اي حاجه حطاتها في البلاكار حتى الحوايج كتبقى فيهم ديك الريحه ديال الغموليه، وبعض المرات كتحس فيهم حتى واحد الغبره خضراء. فبطبيعه الحال هذه مرحله متقدمه ديال الرطوبه وديال الغموليه، فهي بغات تعرف واش كاينه شي صباغه اللي غتقدر تخليها ديك الريحه ديال الغموليه ما تبقاش، وفي نفس الوقت يعني حتى تحمي داك البلاكار ما تبقاش تقيس الرطوبه. داكو هنا سيغمون غتكون عندها غتكون حيت الدرجه ديال الرطوبه هنا كبيره بزاف. نعم يعني وصلت لديك الدرجه ديال الغبره خضراء هنا سيغمون كاينه شي فويتو عندها كاينه في الحيط خاصها تعالجها هي الاولى، وتبدا تهوي شويه لا شومبر باش تحيد ديك الريحه ديال الغموليه. ميم لو بلاكار تخويه وتبدا تهويه. نعم ودير الطريقه اللي كتشير ليها سامي ديال البخار ديال الخزامه. وي ديرها في لا شومبر تما. نعم ودير ديك كموشات ديال دوك السريرات ديال الخزامه والورد او طريفات ديال الطباشير. وتحاول الى قدرات تغلف لو بلاكار من الداخل. نعم تغلفو كومسا باش ايفيتي هذاك لو بروبليم. بالنسبه للصباغه راه كاينه صباغه ديال اونتي ديال ليميديتي. نعم كاينه كتابليكا ما تحتاجش دير زليش. نعم تبارك الله عليك سامي. طيب غادي نمشيو باش نتواصلوا مع المستمعين الكرام ان شاء الله، ولكن بعد لحظات الان غادي نبقاو مع فاصل اعلاني راجعين مباشره من بعده باش نوصلوا باقي فقرتنا في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي على مدغاد. ورجعنا دائما على مدغاد الاذاعه القريبه منكم في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي. غادي نمشيو هاد المره سامي باش غادي نجاوبوا على المستمعه الكريمه ناديه، وكذلك على امل لان تقريبا السؤال ديالهم هو نفسه، فكيسولوا على المشكل ديال السوسه اللي كتبدا في الخشب. فبالنسبه لناديه عندها المشكل في الكوزينه، وقالت كذلك انه يعني سمعت على واحد المنتوج بغات تاخذه من احد المحلات التجاريه، هي يعني ما عرفتش يعني واش هو بالفعل غادي يكون فعال او لا لهذا المشكل، فهي كتسول على الحل. بالنسبه لي برودوي هما مزيانين ايفيكاس، غير طريقه الاستعمال
ونورمالمون خص دوك لي دوك النقيطات لي بوين اللي فيهم السوسه خص في لو فون ديالهم يدار فيهم في وسط منهم يعني ما يقيش الجوانب ولا جهه لا واخا يقيس في الجوانب ولكن مشكلة. ضروري في دوك الاماكن تما فين خصها فين خصو يتابليكا سينو كاينه طريقه اخرى كاين الغاز كيتباع ليكيد دابا قلال شويه في الاسواق ولكن تقدر تلقاه الغاز حتى هو مزيان كيدار بسورانك كيدار بالبرا كيدار وكيدار في دوك التقيبات ديال السوسه وحده بوحده كيخص شويه الصبر والواحد يمشي وحده بوحده باش نعالجوهم بالفعل كنعرفوا انه السوسه يعني كتبدا في بلاصه وحده ولكن راه من بعد كتمشي للبيبان كتمشي كتدير في الدار كامله وهادشي علاش سميتها سوسه نعم طيب نمشيو نجاوبوا هاد المره هدى فهدى كتقول بغات تسولك سامي عندها الفراش في موف مع مخلط بشويه ديال بلون كاسي عندها الصربيه حتى هي في المارون مع بلون كاسي فهي كتسول على الريدو اللي غادي يواتي هاد اللوينات دو بريفيرونس يبقى في البلون كاسي باش يبقى داك التناسق ديال الالوان وإلا كان الا كان هاد لو بلون كاسي حيت كاينين لي دو غري الا كان يجي معاه تشوف هي الا كان يجي معاه الدوغي حتى هو ساباس نعم حيت كيبقى لو دوغي كيبقى ستاندار لا هو لو بلون كاسي مي دو بريفيرونس يبقى في البلون كاسي نمشيو نجاوبو سكينه عرشي هاد المره سكينه كتسول على كيفاش تمسح الطبله ديال التلفازه قالت انه كل مره يوميا خاصني نعمل ميناج على قبلها لانها كتقبط الغبره بزاف هي عندها فلو نوار فكتسولك سامي واش كاين شي حل ولا شي طريقه باش تمسحها وفي نفس الوقت تحافظ عليها هي ماشي كتقبط الغبره هي اي حاجه فيها النوار كتبين الغبره هي الغبره ديما كاينه في اي بلاصه غير لو نوار كاع لي كولور فونسي كيبينوا الغبره سورتو الا كانت شي بلاصه ضاويه إلا كانت مضوية مزيان كتبدا تبان الغبرة اللي فيها نعم كاين شي حل لسامي تمسحها بالطريقة اللي كنقولوا ديما ديال زيت المائدة مع الخل الأبيض كنخلطوهم بنفس الكمية قد وي نعم. ودوز عليهم وتخليهم واحد نصف ساعة تقريبا وتعاود دوز شيفون باش تحيد داك ليكسي كامل حيت إلا بقات كما كنقول بقات ميدمة كتجمع بزاف أكثر كتشد أكثر نعم اذا مجرد ما كندهنوا هذا الخليط ديال زيت المائده مع الخل الابيض فكنعاودوا نمسحوا بطريف ديال الثوب اللي كيكون نقي وكيكون ناشف باش كنزولوا داك الفائض ديال هذا الخليط خصوصا ديال الزيت ويت هذا المسحه الثانيه كيخصها تكون تفروتي مزيان خصها تمسح مزيان نعم. باش تحيد داك الاكسي اللي كيبقى نعم تبارك الله عليك سامي حنا راجعين دائما رفقه كل الاوفياء باش نوصلوا باقي فقراتنا في حلقه اليوم من برنامج سيداتي سادتي غادي توقفوا اللحظه مع اذان صلاه الظهر تقبل الله صلاتكم بمزيد من الاجر والثواب انا دائما على مدغدي الإذاعة القريبة منكم باش نوصلوا باقي فقراتنا في حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي سامي غادي نمشيو باش نجاوبوا على زينب آخر سؤال معنا اليوم في الأسئلة اللي كانت معنا طيلة الأسبوع فزينب كتقول عندها زليج في البيض فالوليدات ديالها دخلوا الطبايع ديال التراب على الأرض ورجعنا دائما على مدغدي الإذاعة ديال الحيط المشكل انه دوك الطبايع يعني ولو انها جفات ونظفاتهم مزيان ما بغاوش يحيدوا بقاو في الحيط وفي الارضيه بقاو دي تاش ماغون في الزليج اللي هو بيض فبغات شي اقتراح ولا حل منك بالنسبه تستعمل الماء مخلط بالصابون ديرو في ان شيفون ودير فوق منه لابودغ ديال البيكربونات دو صود اش من صابون صابون بلدي من الاحسن صابون بلدي الماء دافي ودير فيه صابون بلدي نعم مع الغبره ديال ديرو في ان شيفون لا بلاش ديرو تخلطو ديرو في ان شيفون هو الاول نعم وفوق من داك الشيفون تلوح فوق منه الغبره ديال البيكربونات دو صود نعم وتنيطويي به غير بالنسبه الى ما عطاهاش النتيجه جرب تزيد نقيطات ديال جافيل نقيطات من ماء نمشيو لفقره بريكولاج ومجموعه من الاقتراحات اول اقتراح معنا اليوم من عند حياه عمر فحياه عمر كتقول بالنسبه لكثير من الناس بعض المرات كيفزقوا لينا يعني بعض الاكسسوارات اللي هما ديال الجلد بحال مثلا لي بوط او الصباطه ديالنا بعض المرات تحت الساك خصوصا مع الامطار في الفصل ديال الشتاء فهنا باش كنحميوهم وكنحافظوا عليهم من المشكل ديال الغموليه فحنا كناخذوهم وكنزلوهم على توب اللي كيكون شويه سميك او الغليظ باش كيشرب داك الماء وكناخذوا بونجا ولا طريف ديال التوب اللي كيكون نقي وكيكون ما كيطلق الخملة وهو ناشف وكنبداو كنمسحو مثلا كيف ما قلت هذاك الاكسسوار اللي عندنا ديال الجلد سواء كان صباط ولا كان ساك وحنا كنضغطو يعني كنشفوه كنمسحوه وكنضغطو عليه باش كنزولو منه داك الماء من بعد كنخليوه حتى كينشف وكناخذو كذلك طريف ديال التوب ولا بونجا اللي كتكون بيضه كتكون نقيه وكنعملو فيها قطرات من الجليسيرين وكندوزو على داك الساك ولا على داك الصباط ديال الجلد كندوزو عليه مزيان ومن بعد كنلمعوه بتقاشر اللي كيكونوا قدام
كتقول هنا حياه عمر انه كنرجعوا ليه اللمعان وكذلك كنحافظوا عليه من المشكل ديال الغموليه اللي تقدر تكون الى فزق بالماء. اذا اعيد مره اخرى بالنسبه للاكسسوارات ديال الجلد سواء كان ساك ولا صباط فالى قصوا الماء خصوصا مع الفصل ديال الشتاء ومع الامطار فحنا كناخذوه كنزلوه على توب اللي كيكون شويه سميك وكنمسحوه بطريف ديال التوب اللي كيكون نقي اولا ببونجا ولا طريف ديال التوب كيف ما قلت اللي كيكون ما كيطلقش الخبله وحنا كنمسحوه وكنضغطوه في نفس الوقت. من بعد كناخذوا طريف اخر ديال التوب اللي كيكون ناشف وكنعملوا فيه قطرات من الجليسيرين وكندوزوه على داك الساك اولا الصباط ديال الجلد وكنلمعوه من بعد بتقاشر اللي كيكونوا قدام وبطبيعه الحال كنعملوه ولا كنحطوه ولا كنعلقوه في مكان اللي كيكون مهوي باش كينشف فهكذا كنرجعوا ليه اللمعان وفي نفس الوقت كنحميوه. غادي نمشيو هذه المره لثاني اقتراح اليوم معنا من عند بوتينه. بوتينه كتقول بعض المرات كنشريو القرعه حمراء وكنلقاوها يعني ما فيهاش داك المذاق يعني ما حلوهاش كتكون شويه نوعا ما باسله فكتقول لا ما غنرميوهاش شنو كنعملوا ناخذوا ديك القرعه الحمراء كنقطعوها لطريفات كبار وحسب واش غادي نستعملوها مثلا في الكسكسو ولا غادي نحضروها يعني السلطات فكنقطعوها بالحجم اللي بغينا حسب الوصفه اللي غادي نحضروا بها ومن بعد كنسلقوها مع شويه ديال السكر في الماء يعني نصف سلقه فكتقول كنرجعوا ليها مذاق اللي كيكون مزيان وهكذا ما كنضيعوهاش وما كنرميوهاش. اذا هذا حل بالنسبه للقرعه الخضراء طبعا ولا حمراء كيف ما قلت الا كانت محلوهاش فكناخذوا طريفات ديال القرعه الحمراء وكنسلقوهم مع شويه ديال السكر فقط نصف سلقه فيها ومن بعد كنستعملوها. كان هذا اقتراح اليوم من عند بوتينة. غادي نمشيو لاقتراح اخر هو ثالث اقتراح معنا من عند فتيحه ام حمزه. ففتيحه كتقول بعض المرات كناخذوا الكيسان كنكونوا يلا غسلناهم ونظفناهم بالماء بارد وكنبغيو نستعملوهم وما عندناش الوقت باش غادي نشفوهم فبطبيعه الحال هنا الا خوينا فيهم شي حاجه اللي هي سخونه سواء كان اتاي او لا كان ما اللي هو سخون فالنتيجه شنو هي انه ذاك الكاس كيتهرس فهنا باش كنتفاداو هذا المشكل ما علينا الا ناخذوا معلقه صغيره كنعملوها في الوسط ديال الكاس وهو فازق ومن بعد كنقدروا نصبوا فيه ولا نعملوا فيه اي حاجه سخونه ممكن اتاي ممكن حتى الماء سخون فإلا كان ديك المعلقه اللي وضعناها في الوسط ديال الكاس معلقه صغيره فهي كتحمي ما كيتهرش ولو هو فازق وكنعملوا فيه شي حاجه اللي هي سخونه. كان هذا اقتراح اليوم من عند فتيحه ام حمزه. اخر اقتراح معنا اليوم من عند حسناء ابو سعيد اللي رجعت لينا من بعد غياب فمرحبا بك معنا من جديد. حسناء كتقول بالنسبه للحفاظ على القطاني سواء كانت عدس او لوبيا ولا فول ولا حمص فإلا بغينا نحافظوا عليها مده اللي هي طويله كنعرفوا الكثير من السيدات كيقولوا انه مع المده ممكن كيتكونوا فيها دوك الدويدات الصغار ولا دوك الحشرات دوك لي باغازيت اللي كيقدروا يبانوا في القطاني فباش كنحميوهم كنعملوا معاها مزيودات ديال الفلفله الحاره السودانيه كل 3 ولا 4 كيلو ديال القطاني كنعملوا فيه تقريبا المقدار حتى ديال 10 ديال المزيودات اولا اللي كان عندنا غير كيلو واحد فكنقدروا نمشيو بالمعدل ديال 3 حتى 4 ديال المزيودات ديال الفلفله الحمراء السودانيه كنعملوها مع القطاني في قرعه ديال الزاج وهكذا كنحميوها من تكون ديال الحشرات او هذوك الدويدات الصغار اللي كيقدروا تكونوا فيها مع المده. مشكوره كل السيدات اللي دائما ما كيبخلوش علينا بكل افكارهم وبكل حلولهم وكل اقتراحاتهم اللي كتوصلنا يوميا عبر صفحات البرنامج. هي دائما راه الاشاره كيكفي انكم تدخلوا لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقوموا بكتابه كلمه سيداتي سادتي باللغه العربيه ومرحبا بكل اسئلتكم وبكل اقتراحاتكم عبر الصفحه. كذلك لكل الناس اللي بغاو يتواصلوا معنا مباشره في الحلقه ديال اليوم فارقامنا الهاتفيه هي 05 22 46 72 50 51 أو 52 أو 05 22 43 00 09 وإلا عن طريق الرقم 5080. ما تنسوش قوموا بكتابة كلمة ماد ام او دي خليوا فراغ وبعتوا بالاقتراح اللي عندكم للفكرة اللي عندكم أو لا حتى بأسئلتكم في رسالة اس ام اس للرقم 5080 رقم أو لا طبعا تمن اس ام اس هو 6 ديال الدراهم مع احتساب الرسوم. احنا راجعين من جديد باش نتواصلوا معكم في حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي. غادي نبقاو لحظة مع ثاني اختياراتنا الغنائية في حلقة اليوم سمعوها ورجع لكم فما تمشوفين قريبة منكم دائما ماد غاديو. احنا في حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي مرحبا بكل اسئلتكم ارقامنا 05 22 46 72 50 51 أو 52 او 05 22 43 00 09 والا عن طريق الرقم الخاص برسائل اس ام اس اللي هو 5080. ما تنساوش قوموا بكتابة كلمة ماد ام او دي خليو فراغ وبعثوا بسؤال ديالكم ان شاء الله نجاوبوا عليه خلال الحلقة. ما تنساوش ضيفنا اليوم هو الخبير المختص في الديكور سامي دانان. غادي ناخذوا اول مكالمة معنا على الخط ونقولوا الو. الو صباح الخير. اهلا وسهلا شكون معنا؟ لاباس كي دايرين مع البر لاباس؟ الحمد لله شكون معنا؟ نشكرك على هذا البرنامج والله استفدنا منه بزاف بزاف. الحمد لله نتعرفوا عليك الاسم ديالك؟ امينه من الرباط الله يخليك. امينه؟ اه اهلا بك تحيه لناس ديال الرباط مرحبا. شكرا الله يخليك اختي بغيت نسول الله يخليك على عندي بيت نعاس باللون فوشي فوشيا. فوشيا نعم. اه وبغيت اللون الستير وبغيت القبه ديال الناموسيه والزربيه.
نعم والزربيه. وعندي ثاني بيت بنات البنات ديالي صفر، ماشي صفر بزاف، شويه صفر باهت شويه. ما عرفتش واش اللون ديال الستار ديالهم والغطا ديال الناموسيه ديالهم. واخا بالنسبه للبيت ديالك من الاحسن تبقاي في الغوز، واخا ما يكونش الفوشيا بحال ما يكونش نفس اللون، يكون قريب ليه، يعني الغوز ديغرادي ديالو تبقاي في الغوز، سواء في الفوشيا فحالو ولا ديغرادي ديالو، ويكونوا دي موتيف اللي خارجين بحال شي لون اخر بحال البياض ولا لو كري شي حاجه بحال هكا اللي تمشي معاه. بالنسبه للريدو الثاني ديال الابيض على حسب لو طون اللي غتختاري مع هذاك داك لي دو كولور اللي غتختاري في اللون الفوقاني. وي الفوقاني الا خديتي فيه الغوز مع البيض غتاخدي التحتاني بيض، الا درتي البيض مع مع الكري يكون مفتوح غادي ديري التحتاني بالكري مفتوح. بالنسبه للبيض ديال البنيات قلتي صفر، غتشوفي شي حاجه فيها الصفر، وكيكون غالبا كيكون داخل معها البيستاش. هذا وي هذا كيدير كيجي مارياج زوين. والغطا ديال الناموسيه خويا الله يخليك يبقى حتى هو في نفس اللون، المهم يكون داخل فيه داك لو جون، ويكون داك دوك اللوان اللي اختاريتي في الغطا ديال الناموسيه هما اللي تختاري في الريدو. ماشي يبقى التناسق مع البيض ولا الغوز مع البيض ولا الغوز مع الكري، ديريه في الغطا ديال الناموسيه او ميم طون ديريه في الريدو باش يبقى التناسق. والزربيه الله يخليك الزربيه بالنسبه الى درتي مثلا من الاحسن ديري الغوز والكري بالنسبه للبيت ديالك، وديري الزربيه في الكري، الكري مفتوح. الكري مفتوح وي الكري مفتوح. شكرا خويا، نشكرك على هذا البرنامج. شكرا لك امينه، تحيه لك. شكرا لك. نمشيو ناخذوا فاطمه معنا من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك فاطمه. السلام عليكم اختي عسل. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. في اول كنشكركم على هذا البرنامج. شكرا لك فاطمه. وكنشكر اختي مهندس الديكور اللي معاك سامي دانان، ما كنشكرو بزاف بزاف لانني حاجه واحده جربت هذيك ديال الخلطه تاع الصابون البلدي والكحول فوق لاموزيك. نعم. ما نقولش لك خرج كيضوي الله يعطيكم الصحه. وهذه كانت الفكره ديال سامي. والله القسم وجربت هذه ديال باش نقول لكم الحاجه اللي جربتها باش انتم تستافدوا. طبيعه الحال. وجربت اختي عندي واحد الفواني ديال الباب ديال النحاس داك ديال الدونتيفريس. نعم. وحكيته خرج كيلمع الله يعطيكم الصحه، انت جوج الحوايج جربتهم. وكتب نعطيك واحد النصيحه بالنسبه لحيت سمعتك دابا دويتي على القرعه الحمراء، واحد النصيحه وبالنسبه للقرعه الحمراء الا بغاو الناس تطول ليهم بزاف كيستخدموا القرعه الحمراء وكتغلفها من الوجه ديالها، ماشي من تحت القاع ديالها، من الوجه ديالها، من الوجه داك ديال الكويزين. نعم. وكتقلبها على وجهها وتحطها في الثلاجه. يعني كتبقى تتسرى مدة أكثر لما كتبقى بزاف. تبارك الله عليك يا فاطمة. الله يبارك فيك. أختي بغيت نسولكم واحد السؤال. مرحبا. سيد سامي دانا. أختي عندي زليج في الصالون، عندي فيه أختي الكرونا والبلو والسومون والخضر. بغيت نسولو زعما بغيت نبدل التفريشة، واش من الأحسن نغطي هذاك الزليج بابيتا وندير ندير زعما شي تفريشه زوينه باش نبدل المنظر، او لا يقول لي شي طليمطات يكونوا زعما يواتيوا لي هاد الالوان. الله يجازيك بخير. هاد الالوان عندك في الزليج؟ في الزليج، الزليج بلدي، عرفتي ذاك الزليج بلدي قديم. وي عندي للاسف. فاطمه مازال معنا؟ للاسف انقطع الاتصال مع فاطمه، ولكن سؤالها واضح سامي. بالنسبه للزليج، الزليج بلدي الا كان باقي مزيان وفي المنظر ديالو مزيان كتقدر دير تفريشه بلديه. كاين سورتو كتمشي الى كان الصالون كبير كيمشي معاه الخريب، راه معروف. تشوف فيه الالوان، دابا ولاو فيه الالوان، فيه الدوري، فيه لو جون، واحد لو جون فونسي شويه صفر مغلوق، وفيه اللي الارض ديالو بيضاء، تختار واحد من هادو. سورتو البيض يجيها مزيان، اللي الارض ديالو بيضاء يجيها مزيان مع هاد الزليج. بالنسبه للفكره اللي قالت باش دير فوق منو البابيتا، ما غاديش يشد لها مزيان فوق الزليج، ما غاديش يشد لها فوق الزليج، وغيبقاو يبانو دوك لي كارو مع المده. غيبداو يبانو الخطوطه ديال الزليج في البابي بان. وي غيبقاو يبانو في البابي بان. سوا تخليه ودير كيف ما قلنا تفرش تفريشه بلديه بالخريب. سوا تحيدو بمره وتصبغ، الا كان ما بقاتش بغاتو تحيدو. سي لا سوليسيون اللي عندها، تحيدو وتصبغ. نعم. نمشيو هاد المره ناخذوا طبعا نتواصلوا مع باقي المستمعين الكرام باش ناخذوا هاد المره ام اسلام. مرحبا بك ام اسلام. مرحبا لاله عفاف. اهلا وسهلا، مرحبا بك. كبيرة الصوت الرقيق. شكرا لك ام اسلام، تحيه لك، مرحبا. كبير الخبير ديالنا. الحمد لله، بارك الله فيك. سيدي كاين واحد السؤال كنت سولته، شحال هادي عندي واحد البيرو في الكحل، كما سولت هذيك السيده اللي قبل مني على طبله تاع التلفازه. ولكن انا بغيت شي حاجه اللي مغطى بها البيرو.
ما بغيتش نبقى كل مره نمسحو. انا نيتشد دابا حسك شيفون باركه تمسح. نعم. بغيت شي حاجه اللي بغى بحال شكل جافليكس او لا زعما يخبرني بشي حاجه اللي تكون مزيانه اللي نديرها. نعم. هذا بيرو بيرو كتستعمل كيتستعمل كومبيرو بالنسبه للبنيه للولاد ولا اي سيدي البنيه ديالي البنيه. نعم داكو. تقدري بالنسبه لهذا تقدري بالنسبه للجيرفليكس ما غاديش يجيك مزيان. تقدري الا كان سامبل ما فيهش دي موتيف في الخشب الا كان بلا سامبل تقدري الا تقدري تغلف فيه بالثوب يكونوا فيه دي موتيف ديال البنيات هو نورمالمون لو شارم ديالو يبقى الخشب كيبان. نعم يبقى بحال هكا. حاولي تبدلي اللون وياك هو فيرني بالنوار ولا مصبوغ ام صبوغ حيت الصباغه سورتو كتكون بريونت كتبين شويه كتبين الغبره. وي الا قدرتي تبدلي ليه لا كولور ديري شي كولور الا كان ديال البنيه ديريها غوز ولا الغوز ما كتبانش فيه الغبره بزاف وتجي فيه مزيانه. وي تجي مزيانه تصبغيه بالغوز كان حسن. وديري فيه دي ستيكرز ملصقات ديال البنيه وداك الشيء باش يكون انيمي واحد شويه. نعم تبارك الله عليك سامي شكرا لك مبروك علينا وعليك ام اسلام شكرا لك توصلتي معنا ناخذ غيتا هذه المره على الخط. مرحبا بك غيتا. غيتا معنا؟ وي معكم غيتا من دافيدا. مرحبا بك غيتا. مرحبا بارك الله فيك. الله يخليك بغيتك واحد السؤال الاخ بنان. نعم. عندي طلامط في سويسيا وفيهم الارجونتي والكري. وبغيت زربيه ما بغيتش تبقى متعلقه غير بها طلامط مع هذا بيت لوكلاس بغيت شي زربيه تسواها لما هاد الطلامط وطلامط اخرين نقدر نديرهم معاهم. نعم اذا. واللون تريدو اللي غندير معاه. بالنسبه ل عندك قلتي الفوشيا الفوشيا مع الكري ارجونتي ومع الكري مع الكري ارجونتي ومع الكري تفريشه هذه بلديه ولا روميه بلديه ما دخلش معها الباج لا ما فيهاش كاع الباج فيها غير الفوشيا والكري ارجونتي والكري داكو حيت دابا غالبا في لي تابي ستاندار اللي كاينين سوغ لو مارشي البلديين كاين سوا الباج ولا البوردو الباج تقدر تجيك تقدر ما تجيكش سينو ديري تاخديها اوني في لو كري غير غتبقاي متعلقه بداك لو كري يعني فين ما تبغي تبدلي تفريشه خاص شي حاجه يكون فيها شويه ديال الكري. نعم الا درتي الباج غيجي شويه بعيد. نعم هو بيت ديال الكلوس. وي بيت الكلوس غتاخذها اوني ما فيها لا ما يكونش فيها نهائيا الموتيف وتكون في لو كري باش تمشي لها مع التفريشه. نعم. دابا الا بغات شي حاجه ستاندار غدير لو بيج ما غاديش يجيها داك التناسق ما غاديش يواتي. نعم. وبالنسبه للو ريدو خاصها تبقى في دوك لي كولور دو بريفيرونس تبقى في الكري باش يبقى رابيل ما بين التابي لو تابي مع نعم. مع لي ريدو مع التلامط. حنا راجعين دائما باش نوصلوا باقي فقرتنا في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي على ميد غاديو. غادي نبقاو مع فاصل اعلاني راجعين مباشر من بعده فخليكم معنا اكيد على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم دائما. حنا في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي ودائما في تواصل معكم اوفيائنا. غادي ناخذوا ام ادم كنظن مازال معنا على الخط ناخذوا السؤال ديالها ونجاوبوها ان شاء الله. مرحبا بك ام ادم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله انا سجلت الخط معكم وليا الشرف. اهلا وسهلا الشرف لينا ام ادم. كيف حال ادم؟ الحمد لله. الحمد لله. مرحبا شنو سؤالك؟ انا سؤالي انني عندي بيت نعاس عندي خاميه في البلوسيال وعندي حتى الكوفر اللي تناموسي عندي فيه هكا رشيمات في البلوسيال وفيه المارون وبيج وبغيت شنو يصلح لي الطابيه اللي غتصلح لي اللي غادي تكون ستوند زعما نديرها مع اي حاجه نديرها زعما بغيت نبدل الخاميه ولا بغيت فهمتي. نعم واضح ام ادم. بالنسبه وعندي تاسيجور عندي فيه فوتوي في المارون وشنو الطابيه اللي غتصلح لي بالنسبه للبيت نعاس الباج عندك باين مزيان؟ عندي البيج ما مزيان كلشي لا باين لا باين 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 بزاف باين باين غتبقاي في لو بيج باش تبقى لك انت بغيتي دي تابي اللي تقدري واخا تبدلي تبقاي تستعمليهم واه تبقاي في لو بيج. وبالنسبه اللي قلتي سيجور فيه دي فوتوي بالمارون تاخذي تابي اللي فيه المارون والبيج اوكي كيبقى داك الغابيل ديال المارون مع لي فوتوي والبيج باش كتخرجي شويه باش يبان واحد شويه. واخا عندي السيجور عندي شويه في دخل الباب جاي ماشي مقابل مع الصالون جاي شويه مظلم جاي زعما مضوي يكون غالب عليه الباج ويكونوا دي موتيف صغار بالمارون. شكرا
شكرا شكرا لك ام ادم توصلتي معنا. معنا كذلك مستمعه سامي اللي هي بعثات بالسؤال ديالها عن طريق الرقم الخاص برسائل الاس ام اس 5080 كتقول عندها 4 ديال البنيات 5 سنين 10 سنين 14 سنه و 18 سنه فهي الغرفه ديالهم مشتركه طبيعه الحال. هي كتفكر انها بغات تعاودها في الصباغه وبغات تعمل في تعمل فيها دي بوند اللي كيكونوا طوال على الطول فقالت واش كاين هذه الامكانيه تعملها في الشونط ما كاينش مشكل زويني. نعم ما غتنقش من المساحه ما حتى شي حاجه لا بالعكس لي بوند كيبينوا كيزيدوا لي غيور كيزيدوا كيزيدوا في الاسباس. نعم بالنسبه للاقتراح اللي تقدر تعطيها سامي فيبقى في تبقى في الغوز بما انه 4 ديال البنيات في الغوز ولوكري. مع غري مع لي غري ارجنتي كيجي غزال لو روز ملي كنقول لو روز يعني لو روز كلير داك البارد هو اللي كيجيها غادي يجيها مزيان مع مع لوك. وكتقول عم بغات تعمل لهم حتى غرفه واحده اخرى اللي يرتاحوا فيها ويحفظوا فيها يعني ما بغاتش انهم يعني مثلا التمارين ديالهم وداك الشيء تكون في الشومبر ولا في الغرفه اللي كينعسوا فيها بغات تعمل لهم غرفه اللي هي واحده اخرى بغات تعرف اللوين ديال الصباغه اللي تقدر دير. بالنسبه للغرفه الاخرى تدير ان موف كلير ديرها مارياج ما بين الموف كلير والموف نعم حتى هي كتجي بالنسبه للبنيات مواتيه وي مواتيه. نعم كاينه مستمعه كريمه كتسول كتقول انا عندي شومبرا كوشي ديال الطاليان في مارون فكتقول بغيت نعرف شنو الالوان اللي غتصلح ليا في الريدو مع الكوفغالي. خصنا نعرفوا الصباغه اللي عندها مي غالبا تما دو بريفيرونس مع لا تي دو اللي غتكون مارون تبقى في لو تيم ديال مارون بيج يكون البيج غالب يكونوا دي موتيف صغار في المارون. بالنسبه بالنسبه للكوفغلي وبالنسبه للدرا والكوفغلي بالنسبه للريدو تقدر دير يكون دير غير لو بيج سينو يكونوا الا كان فيه دي موتيف دو بريفيرونس يكونوا في المارون. تبارك الله عليك سميده. نمر مباشره من خلال فقره الديكور باش نتكلموا على موضوعنا اليوم اخر الصيحات اولا لي طوندونس اللي هما دارجين على الموضه فيما يخص الصالون. فنبداو باللون ديال الصباغه شنو هما اللوينات في الصباغه اللي دارجين على الموضه اللي نقدروا نصبغوا بهم الصالون. دابا كاينين كاين بزاف ديال الالوان اللي يعني كنلقاو تقريبا جميع لي كولور كيدارو سورتو كيبقى اللي كيتستعمل بزاف عندك لو بلون لو بيج بلي دوغري ديالو وكاين لو غري حتى هو كيتستعمل وكاين بعض الناس اللي كيبغيو دي كولور اللي شويه سبيسيال بحال لو موف بحال لو روز مي كي قليل مي لا بلوبار دابا كاين لو بلون اي لو بيج هما اللي كيكونوا بزاف. نعم وهما كذلك اللي الوينات كتنصح سامي انهم في الفراش ما كنحيلوش سورتو الا كان صالون ماروكان انا كندوي الا كان صالون بلدي حيت باغ اكزومبل الا كان رومي كتقدر دير ان بانو بشي كولور وحده اخرى تقدر تدخل ميم لو نوار كدير ان بانو نوار وكتخلي لو غيست كديرو بلو بلون سينو دابا كاين البابي بان هادشي بالنسبه للي صالون الا كان رومي. بالنسبه للصالون بلدي غالبا كاين لو بلون ولو بيج هما اللي كيتمشاو بزاف. بالنسبه للطلامط بالنسبه للطلامط دابا دارج كاين البرودي المطروز وكاين البروكار انتما كتعرفوه بزاف كتستعملوه في فاطن في الجلالب كيتستعمل ما في الطلامط كاين البروكار خرج حتى هو غزال حتى هو مزيان وكاين المبره شويه دابا سورتو اللي دارج بزاف هو البروكار ولا البرودي. نعم هادو اللي دارجين على الموضه دابا ودابا ولا البرودي منبت فيه كاين اللي منبت حتى هو دارج. بالنسبه لطابل السدادر دابا رجع النقش البلدي. نعم كان شحال هادي كان ما بقاش كيخرج بزاف دابا ديرنييرمون ولا دارج على الموضه ولا الناس رجعوا بزاف للخشب البلدي منقوش و كيبقى كاع الحاجه بلديه كتبقى بالحلاوه ديالها. نعم ولو كنساوها واحد المده ولا كنتناساوها وكنرجعوا ليها ماشي دوك كترجع. وي كترجع كما قلنا دارج بالنسبه للخشب دارجين دي موديل نقش بلدي وخرج ديرنييرمون كاين نقش باللازر حتى اللازر حتى هو كاين مي زعما اللي كيخرج بكميه كثيره واللي مطلوب بزاف هو النقش بلدي. نعم كاين كيف ما كنسميوها سامي شي زواقه معينه مثلا كنعرفوا انه حتى النقش يعني كاين اشكال اللي هي مختلفه شنو هو الشكل اللي كنشوفوه دابا دارج بزاف في الزواقه ديال النقش ولا ديك الرشمه كاين اللي دارجه بزاف هي كاين واحد النقشه كي شلحاوي سي ان ستيل بربر. نعم ان ستيل بربر كتجي مع الا كانت فريشه بلديه 100% كتجي غزاله.
بالنسبه للصالون. بالنسبه لي كولور دابا سورتو اللي كيخرج بزاف كاين سورتو اللي كيكون غالب عليه الدوغي. كاين الدوغي في الارضيه. مي بالنسبه لي كولور الاخرين دابا كاين لو روز, كاين لو موف, كاين ميم لو نوار, كاين لو بيستاش, كاين لورانج. هادو كلهم دي كولور اللي كاينين دابا سور لو مارشي و دارجين على الموضه وكيتمشاو بزاف سور لو مارشي. نعم تبارك الله. كيسامي اذا تكلمنا على الصباغه ديال الحيط, تكلمتي كذلك على الخشب, قلتي انه النقش البلدي رجع من جديد, كذلك اللوينات. نمشيو للخياطه سواء ديال التلمط ولا ديال الخدادي بزاف لانه الناس كيركزوا عليها, شنو اللي دارج؟ بالنسبه للطلامط غالبا الناس دابا ما بقاوش كيستعملوا الطريقه القديمه اللي كانت غير بلاستيك في لي بون. دابا ولاو الطلامط بالسلسله كتسد كامله. حتى السيده كيسهل عليها التخمال ديالهم وانها تنظفهم ولا سهل من غير تنظيف. واخا كاع تجلس فوق منهم اولا تنعس ما كتحتاجش تعاود, كيبقاو ديما مجبدين. نعم هذا هو اللي بالنسبه للخياطه. بالنسبه للبلدي دابا كاين غالبا كاينه سفيفه بلديه, كاينه اللي بلا ماشين, كاينه ديال اليد, وكاين سورتو اللي دارج بزاف كاين الماكرامي. هو هي طريقه جديده ديال ماشي جديده, طريقه قديمه بزاف وعاود رجعت. نعم الماكرامي راه الكثير من السيدات كيعرفوه كذلك في الخياطه ديالهم سواء ديال القفطان او ديال الجلابه. فكان الماكرامي يعني واحد الوقت اللي كان دارج بزاف. اذا قلتي انه رجع غادي نشوفه كذلك في الخياطه ديال الخدادي والصالون. الخدادي في الصالون وي. نعم تبارك الله عليك سمين. ان شاء الله موضوعنا مازال غادي نواصلوا معك الاسبوع المقبل من خلال فقره الديكور دائما في برنامج سيداتي سادتي. شكرا لك على كل النصائح ديالك اليوم. مشكور. فاحنا وصلنا ختام حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي. موعد جديد غادي يجمعني مع كل الأوفياء في حلقة الغد دائما على الإذاعة القريبة منكم ماد غاديو. إلى اللقاء.